جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز صيام الست من شوال قبل أن نقضي الأيام التي أفطرناها في رمضان، أم يجب أن نقضي هذه الأيام ثم نصوم الست من شوال؟ جزاكم الله خيرا. الأولى هو قضاء الأيام أولا ثم صيام الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. يدل الحديث على أن الذي عليه قضاء لا يعتبر قد صام رمضان حتى يكمل هذا القضاء، فيبدأ بالقضاء أولا، فإذا فرغ منه يصوم الست من شوال. نعم.